بونسوار. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع خبر بارز وهو اتهام الاتحاد الاوروبي جوجل باحتكار سوق البحث على الانترنت وهيمنته على 90% من حصه السوق والتلاعب بنتائج البحث لمصلحه جوجل. بالمقابل جوجل بيعترض وراح يجعل من هالموضوع قضيه بالاسابيع المقبله. بحب شير الى انه هالموضوع صار له 5 سنين عم يخضع للتحقيق من قبل شكاوى المنافسين والملف ممكن يترتب عليه غرامات هائله على جوجل. اما العديد من المحللين فبيشوفوا انه هيدي خطوه بتوقف بدرب النجاح وهي خطأ كبير تجاه جوجل. ومننتقل لسوق دبي المالي اللي ارتفع لليوم الثاني على التوالي مع صعود أسهم الشركات العقارية والأرباح الإيجابية من أعمار وأملا أنه دمك تكون سخية بتوزيع الأرباح. ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 3.5% وهو أعلى مستوياته من 10 أسابيع. أيضا بلغ حجم التداول أعلى مستوياته من تموز الماضي. أما بالنسبة للداعم الرئيسي للمؤشر واللي هو سهم أعمار طبعا فقد ارتفع بنسبة 9.4% بعد توقع الشركة أنه توصل أرباحها لنحو $1 مليار أي أعلى من التوقعات. ومننهي مع النمو الاقتصادي بألمانيا اللي من المتوقع أنه يكون أعلى بكتير مما كان متوقع هالسنة. وبالأرقام من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% سنة 2015 مقارنة ب 1.2% يلي كانت متوقعة بخريف 2014. فيلي عم بيصير هو أنه انخفاض أسعار النفط ترك للألمان المزيد من الأموال للإنفاق بوقت ضعف اليورو عم بيزيد الصادرات. إضافة لهالشيء من المتوقع انخفاض البطالة ل 6.3% سنة 2015 ولل 5.9% سنة 2016. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكره.